في البدايات برحب بيكم جميعا ايا كان بتتفرج عليا من اي مكان في العالم. حلقة نارية جدا 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 النهاردة، واخبار حصرية عن المنتخب المغربي. فاتمنى قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة النارية تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. مستني ايه؟ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نخش الى تفاصيل الحلقة. طبعا مصطفى حجي المدرب المساعد لخليلو زيتش في المنتخب المغربي نال من غضب المغاربة وسخطهم الكبير جدا عليه وعلى خليلو زيتش. مصطفى حجي كان جالس امبارح في احد المقاهي في المغرب، والجماهير المغربيه هجمته بشكل كبير جدا، والبعض ساله ايه هو دورك في المنتخب، والبعض طالبه بتقديم استقالته هو والمدرب خليلو زيتش من اجل انقاذ المنتخب المغربي. كذلك خبر تاني مهم جدا معانا في الحلقه، وهو ان وحيد خليلو زيتش تلقى تحذير من جامعه لقجع بالايقاف عن التصريحات ضد لاعبي المنتخب المغربي زي زياش ومزراوي وحمد الله، والحديث فقط عن استعداده لمباراة الكونغو. كذلك كان في تصريح لفوزي لقجع امس في الصحافة المغربية اكد بانه لن يسمح تماما لوحيد خليلو زيتش باستبعاد الحارس المغربي الكبير ياسين بونو. ايضا بن عطية كان له تصريح عظيم ودافع عن حكيم زياش، واكد بان حكيم زياش اكثر لاعب منضبط في المنتخب المغربي. وبن عطية قال بأن قيمة زياش عند المغرب لا تقل عن قيمة ميسي عند الأرجنتين. حمد الله كذلك النجم المغربي بيكذب تصريحات خليلو زيتش. خليلو زيتش كان قال أن حمد الله اشترط اللاعب أساسيا للقدوم للمغرب، ولكن حمد الله طلع برسالة مهمة جدا وكذب وحيد خليلو زيتش زي ما زياش قبل كده كذبه. والدليل عن كل هذه أن خليلو زيتش هو أكبر كذاب.